أخبار المهرية باختصار: مقتل 3 مدنيين بانفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون بمديرية التحيتة جنوبية الحديدة. اللغم انفجر أثناء مرور المواطنين على متن دراجة نارية في طريق فرعي بمنطقة الغويدر. مقتل 2 جنديين ومسلح قبلي في اشتباكات قرب منشأة صافرة النفطية بمحافظة مأرب. مصدر أمني أفاد بفتح تحقيق حول الواقعة بعد مهاجمة المسلحين قوات الحماية الخاصة بالمنشأة. اللجنة الطبية العسكرية تعلن إيقاف علاج جرحى الجيش في الخارج بسبب التأخر المتكرر في صرف المخصصات المالية. اللجنة قالت إنها تعمل على ترتيب عودة كل الجرحى في مصر إلى اليمن رغم عدم استكمال علاجهم. منتخب لبنان يتوج بالبطولة العربية رقم 24 لكرة السلة بعد انتصاره على نظيره التونسي، وكان المنتخب الجزائري قد حصل على المركز الثالث بعد انتصاره على المنتخب الصومالي. الشرطة الهندية تتهم مواطناً يبلغ من العمر 65 عاماً بعد أن تزوج من 14 امرأة على مدار 43 عاماً. الشرطة قالت إن الرجل يختفي بعد أن يحصل على المال من زوجاته أو ينقل ممتلكاتهن لإسمه. إلى اللقاء باختصار آخر.